اهلا بكم اعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. معانا يا شباب موقعين، موقع سنبور لربح عملة البيتكوين بيعطينا كل 10 دقايق بونص، ده شكل الموقع. ومعانا موقع لربح عملة الدوك كوين بيعطينا كل ربع ساعة 1 دوك كوين يا شباب. تمام، هناخدهم موقع كده موقع ونشرحه. الموقع الأولاني هنترجم باللغة العربية، فوز، بيقول لك فوز كبير، ربح ما يصل إلى خمس كام 300 ألف ساتوشي كل 10 دقائق، سجل واحصل على 100 سبنت مكافأة. تمام، هنا بيقول لك تضاعف أرباحك من خلال اللعب النورد دي ما نرجع بيها صنبور. عندك المكافأة اليومية صنبور السيارة. تمام يا شباب، طريقة تسجيل في الموقع الأول معانا، هنيجي من هنا هنحط البريد الإلكتروني أو هنحط اليوزر نيم يا شباب، اليوزر نيم الاسم، وبعد كده الإيميل، وبعد كده الباسورد، وبعد كده بنحل الكباتشة دي ونعمل تسجيل، وبكده بقى لنا حساب في الموقع. ترقب لو بعت لك رسالة تفعيل فعل، ما بعتش يبقى أنت كده خلاص مسجل. بعد كده يا شباب بيجي على كلمة لودينج، بعد كده بنحط البريد الإلكتروني والباسورد ونحل الكباتشة. هنا الكباتشة لو فتحت الزائد ده هيجيب لك النوع الصور اللي هو عايزها، بيقول لك العربية اللي هي النقل. تمام، هندوس له على صور العربيات النقل يا شباب. وبعد كده هنعمل تسجيل دخول. ده شكل الموقع من الداخل يا شباب، وزي ما انتم شايفين كده انا حصلت على 131، انا مسجل في الموقع من امبارح. كل اللي عليك عندك هنا بيقول لك المستويات بتاع كل ما تعمل حاجة في الموقع بيديك مستوى، بيزود لك المستوى. هنا بيقول لك ايه المستوى التالي، ارباحك يعني بتزيد في المستويات كل ما مستواك يعلى. هنا الالعاب وهنا السنبور، هتلاقي فوق كاتب لك حاجة هنا السنبور اهي يا شباب، بتدوس هنا كده كل 10 دقايق كل اللي عليك بتخش هنا كده وتحل الكباتشة ديت وبتحصل على المكافأة. لو خدت بالكم الرصيد هنا 131 ساتوشي، هنقول ونحل الكباتشة برضو نفس الحاجة، طالب عربيات نقل. وهنقول له سحب. هنا اداني بيقول لي حصلت على لقد طلبت الطوابي 23 ساتوشي، ضاعف ارباحك من خلال لعب النورد. تمام، تهنئة، قد حصلت 23 ساتوشي. هتلاقي هنا رصيد بقى 100، كان حاجة و30 بقى 154. تمام، في هنا بقى عندك ايه، بيقول لك حجر التردد، دي العاب، ده دي برهانات، دي ما انصحش بلعبها. نترجم كده ونشوف ايه نظامها. بس بتخضر الالوان الاحمر او الاخضر، سيبنا منها. بعد كده عندنا، عندك هنا رابط الإحالة بتاعك، رابط الإحالة بيديك 10% مكافأة، واحد يكسب يصل إلى 30 ألف وات الإحالات. ده رابط الإحالة يا شباب، وهنا بيقول لك الأرباح بتاعتك هتبقى قد إيه. وعندك هنا في إيه تاني، من هنا تقدر بقى السحب، اتصل بنا الخروج. السحب يا شباب تيجي من هنا، هتحط الوان المحفظه، عندك الفوست باي والمحفظه الاساسيه، هتحط الوان فوست باي، انا حاطط الوان فوست باي، وبتعمل سيف. بعد كده بتيجي تطلب من هنا لما توصل 5000 ساتوشي، 5000 تعمل مطالبه من هنا. بس لسه يا شباب برضو يعني ايه بيشتغل مع بعضينا، وتشوف الموقع هيتاكد منه اذا كان صادق ولا لا. تمام، وهنا ترجع للصفحة الرئيسية. ده الموقع الأولاني يا شباب معانا. تمام، الموقع التاني برضو موقع للدوك كوين. كل عليك بتيجي هنا وتخش مثلا على محفظة الفوست باي، وهتيجي من هنا هتجيب ألوان الدوك كوين أهو. وبعد كده هنرجع للموقع ونحط الألوان هنا. وهنقول له كلين او دخول.
ده شكل الموقع يا شباب كده من الداخل زي ما انتم شايفين كده، هنترجم باللغة العربية. هنا بيقول لك بدون استثمار اكسب الدوك كوين، هنا بيقول لك كل 15 دقيقة، عمولة الإحالة 35، الحد الأدنى للسحب يا شباب 900 دوك كوين. زي ما انتم شايفين كده بتيجي عليك تعمل مطالبة، كل اللي عليك ان انت بتنزل تحت كده وبتعمل مطالبة، تمام؟ اهو هتدوس له، هتيجي تحل الكباتشة دي، وهنقول له كليم. اهو يا شباب هنا بيقول لي اهو المكافأة 1 او اللي هو الدوك 1 كل 15 دقيقة، لقد طلبت بنجاح. هنا بيقول لك السحب يا شباب، لو دخلنا على كلمة السحب من هنا، هنا بيقول لك اهو هتسحب على العنوان دوت، هنا في 1 اهوت، هنا هتحط لازم تحط الايميل وهتعمل مطالبة. هنا بيقول لك هتسحب على محفظة الفوسيت باي ولا المحفظة العادية زي ما انت عايز، وبتقول له لازم يكون المبلغ بتاعك اقل حاجة زي ما هو كاتب هنا ايه 900 دوك كوين، تمام. هنيجي بقى نشوف ايه تاني في الموقع، في حاجة تاني ممكن استفاد بيها. عندك هنا تحديث سجل الخروج، تاريخ العمليات، اهو يا شباب كده طلبت مرتين، تمام. هنرجع تاني كده كده، لو رجعنا يا شباب للسحب، لو دوسنا على كلمة سحب اهو كده عندي 2 دوك كوين، يعني كل مطالبة هتعملها ودخلت على السحب هتلاقي قايل لك عندك قد ايه مبلغ، تمام. لو نزلنا تحت كده في خطة كمان في الموقع بتشتريها، بس لسه برضه منعرفش مصداقية الموقع، هنا المحافظ اللي بيدعمها. هنا بيقول لك الخطة الأولانية ديت ب199 دوك كوين، تمام، بتديك كل مطالبة 5 دوك كوين، يعني مبلغ برضه عالي. ف ان شاء الله نوصل للحد الادنى للسحب ونجرب الموقع، لو كان كويس والخطط دي كويسه جدا على كده. لا الوقت، عموله الاحاله، لحظه الدفع. هنا التانية ب5000 بتديك 100 في كل مطالبه، يعني بعد 10 مطالبات هتكون جمعت 1000. وهنا ب50000 بتديك 400 في كل مطالبه. نشتغل على الموقع مجاني يا شباب ونجربه في السحب، لو سحب معانا ان شاء الله اللي حابب يعمل ايداع يعمل، تمام. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.